اليوم سمعنا في العرض اكتشاف ربما تم عرضه لكن لازم نسلط الضوء عليه. في اكتشاف اتقال في وسط الشرح دلوقتي، اكتشاف ان هذه المنطقة كانت جديدة لدينا بالنسبة لوزارة الري، لم يتم عمل سابقا مشروعات فيها في غرب وغرب المنيا. فبدينا بالاسلوب العلمي في عمل ادوار اختبارية، وكنا عاوزين نعرف مصدر المياه لهذا المشروع، مصدرها منين؟ هل من النيل؟ هل من جهة الشمال مختلطة من جهة البحر؟ فتم فعلا شيء لابد الإشادة به والإشارة له كما سمعنا في الشرح. قلنا طيب احنا بدأنا المنطقة ودخلنا وعارفين الخزان السطحي اللي هو خزان الكربونيت المتكهف، بالنسبة لنا جديد وغامض ولا أحد يتكهن بنتائجه. طب عايزين نعرف مصدر المياه جاي منين، فاتخذ قرار ان احنا نحفر ثلاث آبار بعمق اكبر. وكان الاكتشاف ان هناك خزان جوفي نوبي كما استمعنا على بعد 1000 متر يبدأ في تغذية جزء من الخزان العلوي اللي احنا بنتكلم فيه، وبالتالي هذا قطع مجالا للشك ان هناك هل المصدر متجدد في خزان الكربونيت اللي احنا بعض يعني ربما بعض وسائل الاعلام تفاصيل علميه لا تعلمها، لكن بنقول اليوم هو اكتشاف ان مصدر هذا الخزان لمشروع 1.5 مليون فدان في غرب المنيا غرب غرب ياتي من الخزان العالم كله يعلمه ان هو الخزان الجوفي النوبي لثروه مصر في المياه الجوفيه، ياتي لها من باطن الارض. وهنشوف ان هذه المياه من الخزان العميق بتطلع لحد ما تقارب سطح الارض، هذا معناه انها بتغذي الطبقات العلويه، وهذا بفضل الله يقطع اي شك في قدرات الخزان في منطقه غرب المنيا، وهذا سيفتح لنا باب لنظره اخرى في التوسع في منطقه غرب المنيا بعد هذا الكشف.